أول خطوة بنجربها نحط موية، بس موية عادية طبعاً. طبعاً أخذت نظارة السينما عشان ما جودي ما قصر، 4 نظارات ما شاء الله كسرهم كلهم. فالحين بنجرب ونشوف، نحط موية ونحط موية. أوه. وش ذا؟ I'm spilling some water. لو نزود مويه يزيد. انت شوف المويه كيف تغلي من تحت. شوف المويه. هذا وش هو الحين البخار اللي يطلع يا ريما؟ هذا ثاني اكسيد الكربون مجمد. ثاني اكسيد الكربون مجمد. حلو. يعني شفت اللي يطفوه في الفاير؟ ايوه. يعني شفت اللي يطفوه في الحرايق؟ ايوه. ممتاز. عزوز ساحر انت. شوف هذه شكلها. ماما بتشارك معانا لحظة. شوفوا كيف لما اي معدن يمسكه وش يصير. حطينا قاعد يكور. هذا عشان الصحن قاعد يناقز. حاول نقطعه بالسكين. اسمع الصوت. تفاقعوا. اسمع الصوت. سبحان الله. ليش؟ صوت صوت صوت. سبحان الله العظيم. ترى هذا يخلص جنب المصورة وقعدت في عينك كتب الجنب المويه تطلع. مره روعه. هذه فيها مويه حاره بس شوي نحاول نحط فيها حبه. اسمع الصوت. اسمع الصوت. او ماي جاد. اوكي ليتس تراي تو دو ذس. والله هذا يسوي جو في البيت وقت واحد يسوي اكل صح. واو الشعور كبير. والله حلو. انا اول مره اجربها. ابغى اجرب. ابغى اجرب اخذها. شفت كيف؟ صارت اقوى من اول. هذه في المويه الحاره. ماما تقول تبي تحط شامبو. يا ساتر. حق الشامبو. بس 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 خلاص. اوه صار سموثي يعني. جميلة جميلة جميلة. اوه ماي جاد. اضغط. ايوه شوفوا. دافية. الدافية والله مرة. As I have a cappuccino. Thank you. شامبو انت وجهك. حركة جميلة من ماما. ايوه ضبطت يا رب. شوف 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 شوف. ولا احد يسوي شيء. خلوها خلوها. اوه شوف شوف شوف. جميل جميل والله ما شاء الله عليك يا خوخة. شوف. بالله راح خلوها خلوها. افضل تسوي كان قال واحد بيحلم من جواتي قاعد يقول افقعيها. لا انا ما بفقعها. خليها شوف اذا انفجرت. صارت باللورا والله. شوف ايش يصير لما تنفجر. سي بوم. مرة روعة. أنا حبيتها. حاولنا نصفيها. شوفوا كيف علقت. يلا يلا الله أح. أوبا يا شطانة. تجمدت. تجمدت الطاولة. آخر تجربة. كل ما نزود الموية شوف شو يصير. ابرك الدبره. مشكلة شوف المويه من تحت. ضبطت ضبطت ضبطت. يا كفو يا ماما. شوف 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 شوف. هذه اسهل حلقه طالعه. شوف. That's great. صابون. يلا استمتعوا.
هلا خليها تنفجر من حالها. شوفوا من تحت، شوفوا من تحت. واحدة كبيرة مرة كبيرة. انقذ البيت. تخيل تدخل مكان كبير من اليمن هذا. واليوم جينا لكم بتجارب نيشن. اليوم تجارب نيشن حيكون اسهل من البسيط. يعني هذا الاغراض ممكن تلاقيها حتى في بيتك، يعني تفتح الخزانه تفتح اي حاجه تلاقيها قدامك تطلع برا ما ادري كيف. طب اللي حنحتاجه حيكون مقص، علبه مويه، و شراب. ايوه الشراب. اي شراب. مو لازم يكون شراب، يمديه يكون اي قطعه قماش، بس احنا نستخدم الشراب. ايوه ريما نسيتي هذا. صح. واهم شيء حنحتاج صابون. كم مكان. اوكي يلا بسو. ايش القطاوة اخر الليل؟ كل قطة. اول شيء حنسويه حناخذ العلبة والمقص ونقص نص العلبة. انتبهوا وانتوا تقصوا عشان ما تعوروا انفسكم. لما قصناها صار بهذا الشكل. وذالحين شفتي هذه الكياتة؟ بنلبسها شراب. حنلبسها زي كذا عادي. زي كذا. قالت لبسوها كلها، لازم يعني تخلوها بوجهها بس عشان تسوي بريثنج او تتنفس. ما فهمت. والشيء الاخير حيكون شكله زي كذا كيوت. والحين بنبدأ التجربة. حناخذ الصابون وفيري ونحطه في الصحن. وبعدها حنحط نقطتين موية عشان نتأكد انه مبلل. هذا مو نقطة، هذا 1000 نقطة. وحناخذ العلبة الصغيرة اللي هي فساتين وندخلهم هنا زي كذا. اخيرا اوكي يلا. طبعا هذه اللعبة مرة حلوة وقتها الحين لأنها حر، وإذا مثلا رايحين استراحة حتى لو برا في الحوش عندكم بس سووا كذا. شوف حقتي كذا. نو نامي بطلع برا. خلينا نسوي الصابون الثعبان. يمديكم تسووا اشياء كثيرة فيه. يمديكم مثلا تسووا فتال الورد. الله احسن ورد. في احسن من كذا؟ فين تلاقوا فلتر زي كذا؟ قولوا للسناب شات، قولوا لهم عصابة بدر تسووا تقول سووا فلتر زي كذا. بالونات. فلتر الورد حقي قاعد يخرب. الحين بنسوي الثعبان الصابوني. كمان. يلا ready؟ يلا جلسي هناك عشان اوصل لك اياه من عندك. ورجعنا لكم الى مختبر تجارب نيشن. في اكشن كثير اليوم. فاليوم تجارب نيشن حيكون اوبليك. اوبليك هذا الاسم بالانجليزي. بس الاوبليك هو ماده صلبه بس سائله. بس صلبه وسائله في نفس الوقت. يعني مثلا خلينا نقول انا ضربتها بقوه صلبه تكون، بس اذا مسكتها على خفيف يطلع سائل. ملمسها غريب.
مو زي السلايم. فاللي حنحتاج اللي هو نشا ولا دقيق الذره وموية بس. حتى مو لازم صاحبي انت كنت في الطاولة. مالت الأوبلك إجت على ملابسكم ولا على أي حاجة مثلا نشفت ولا شيء عادي مسح بسرعة بالموية حتى مو لازم صابون بس موية خاصة. فيلا نبدأ. حنضيف لون عشان يطلع كذا شكله حلو بس منو نضيف لون اللي تبغوه. فاحنا حنضيفه على الموية أول شيء. اوكي ستوب كيف طلع هيك شيء؟ حلو بابا كيف تختار مجدي اذا ما حاجه ترى ملعقتين وصلنا دي طبعا هو التجارب نيش كنت بقول اوه تجارب نيش ما في حاسه هذا خربط طيشن تجارب نيشن ملاقة تان ملاقة تان أيوة ثلاث حاول تحركوها ببطيء عشان اول ما تحطوا ماي تصير الماده موجوده الحين شوفوا بطيء ايش بس اذا ضربتها انا منزل خطوه كثير ببطيء عشان 2000 مليون طبعا كبيت على نفسي لازم نضيف المويه على شوي شوي انا شوي تهورت شكله حوسه حاسه يا حماسه. Oh my gosh, it looks like magic slime. بعد ما حركناه كويس الحين بنوريكم النتيجة وحنوريكم حاجة حلوة. طبعا هاي بتصير موضة بدال السلايم القديم. بتصير الأوبل. Oh my god, this slime. بس يا ضربته. حجر. مثلا نشوفه بس اذا لعبت فيه بقوه يقعد روك يقعد حجري is that a word شوف لما نحاول نطلعها كيف تصير صلبه بس عين ترجع كذا سائله اذا خلطناها بقوه وبسرعه تصير روكي صلبه طيب قول الحين او ماي جاش باي لايك ذا واي وات جوز داون اي ترينا اشوف اصابعك فيها شوي بس يلا الحين دخل اصبعك بهدوء اصابعك دخلي اصابعك كلها وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا من اللايك والشير Let's do it. Let's do it. Bye.